ستتولى إمارة الجزيرة. أنا لا أحب ولا أريد أن أكون أميراً. سبق أن قلت لك إننا في حاجة لرجال يدعمون بناء الدولة، وقلت لك مرة إن من ليس معنا فهو ضدنا، فهل أنت عدو؟ أنا لا أصلح لهذه الأمور. نحن نرى غير ذلك. استعد، ستسافر بعد أيام ثلاثة. اجلسا. أنتما تعرفان التزامات أبيكما وتعرفان حقوق الناس في ماله. هذا معروف يا أبي وسيصل لأصحابه. إن الأمير عبد الرحمن ضيفنا وسيظل هكذا حتى بعد انتقاله لداره الجديدة. اطمئن يا أبتي، لن نسيء إليه. وعدت إيزيس أن أزوجها أحد أولادي. لن أقهر عائشة بالثانية أبدا، فلا ينظر أحدكما إليه. يا شعيب، قد تريد الولد. أنا لا أريد أولادا، وقد ظلمت عائشة بما فيه الكفاية، ولا أحب أن أضاعف الظلم. وأنا لا أريد امرأة مدللة رقيقة لا تصلح إلا دمية. أنا أريد امرأة عاملة، زوجة فلاح. والعمل لقد رفضها أخوكما عبد الرحمن أيضا. أظنها تريدك أنت يا أبتي. لا تسخر يا بني. أنا لا أسخر يا أبتي، لكن اسألها أليس لها رأي. لقد وعدتها أن أزوجها أحد أبنائي، ويجب أن نفي بالوعد. ونحن رافضان. إن للزواج شروط القبول للمرأة وللرجل أيضا. أبلغها أنكما متزوجان. أنا لا أريد أن أراها، سأبلغ أباها. ستظل على اتصال بنا يا أبي، أليس كذلك؟ بلى إن شاء الله. هيا هيا لا تتلكأ، ضعه هنا. هيا أسرعا. عائشة، أنت المسؤولة هنا أثناء غيابي. ماذا ماذا؟ ألست أنا الكبيرة وزوج الكبير؟ مكانك في رشيد يا حسنة. أرى أن أقيم هنا في غيابك. إن أقمت تصبحين في ضيافة عائشة. أنت هكذا دائما، أنت لا تحبينني، لماذا تفضلين مثلها علي؟ موت بغيظك. بل أنت التي ستموت بإذن الله وبدون غيظ. أتأمرني بشيء قبل أن أسافر؟ أنا أمرك. الصحيح أنكم أنتم من تأمرون. يعلم الله كم أحبك يا ولدي. الحب نفحة من عنده جل وعلا، قطرة من العشق الأول. أنت بار بابنتي. بل هي مخلوق عظيم ومخلص، تستحق أفضل مما نالت. لا يعدلك مخلوق. أنت حسن الظن، بورك فيك. سأظل حيثما ذهبت وإلى أي مكان رهن إشارتك. وأنا أشكرك. إذن أستودعك الله أيها العاشق الكبير. أسافر وقلبي هادئ لأن ابنتي في رعايتك. الكل في رعايتي، الكل في رعايتي سبحانه. كيف يسافر وقد وعدني؟ قلت لمولاي شعيب هذا الكلام فقال إن أباه ظن أنك تريدين أحد أبنائه. أريده هو. سيبلغونه بالبريد، فاطمئني. كيف أطمئن وقد بدأ الأمل يبتعد عني؟ أنا تعيسة جدا.
كلما ظننت أن السعادة قريبة فإذا بها قد فرت مني وابتعدت عني. حياتي سلسلة من العذاب يا أبي. أما وقد سافر الليث فإننا نستطيع أن نفعل ما نريد. لن تفعل شيئا. لبنى، ما هذه اللهجة يا أميرة؟ قلت مرة إني أريد أن أعيش في سلام وأحيا دون عداوات، وها أنت تبحث عنها. وأتركها تفلت مني ومعها الكثير من أموالي؟ إنها لا تريدك، وأبوها يتزعم جماعة من الحرافيش قادرين على إحالة حياتنا لكارثة. سأنتقم منهم أشد الانتقام جزاء ما فعلوه بي. لقد أخطأت يا أمير، لقد رحت تراقبها عن قرب وأعطيته الفرصة لضربك بهذه الكيفية. إننا سنحيا مع هؤلاء الناس بقية حياتنا. ماذا تقولين؟ من قال هذا؟ أين تذهب؟ ثم إنك فيما يقال ستصاب بعجز يبقى معك، يعني حركتك ستصبح محدودة. لن أتركهم يفلتون بما فعلوه بي. إنهم لم يفعلوا بنا أكثر مما فعله الخرسانيون. لقد اختارت الدنيا أن تدير لنا ظهرها وتركت المآسي تدوسنا، لكن ما زلنا أحياء وما زال معنا بعض المال. إن الحياة في هذا البلد قليلة التكلفة. لا أستطيع أن أغفر لمن شجعها على فعل ذلك بي، لا أستطيع صبرا على بعدها عني. يعني أنت ما زلت متيما بها؟ والحق أني صبرت عليك كثيرا جدا وانتظرت أن تعود لرشدك، وترى ما أبذله من أجلك، لكن ولعك بالجارية فاق كل حد. أنا لا أريد أن أحيا معك. ما هذا القول يا ابنة العم؟ أرأيت كيف جرحني؟ لأنك تنفقين عليه من مالك تريدين أن تتحكمي في وفي مشاعري وأحاسيسي. أنت يا عبد الرحمن جرحتني كثيرا كثيرا جدا. تبا لك وتبا لها وتبا لكنا جميعا. لماذا تخرج؟ ولماذا أبقى؟ تبقى معي. لقد كنت معك مدة طويلة وأرهقتك سهرا وخدمة ورعاية، وأنا لي أن أتحرك. لم يكن إرهاقا بل سعادة. أهو هكذا؟ الاستحواذ على من نحب سعادة، القرب ممن نحب سعادة، خدمة من نحب سعادة، وذكر من نحب سعادة. نعم، ولكن هل سيتجلى لنا فنراه يوم القيامة؟ عن أي حب تتكلم؟ عن الحب الحقيقي، عن الحب الأكبر، عن حب الله. هل تعرفين أنني أعتقد أن حرمان من غضب عليه من رؤيته عذاب لا حدود له؟ نعم، الحرمان من رؤية من نحب عذاب لا حد له. هو كذلك سيحرمهم من رؤية نور وجهه فيتعذبون ويتألمون بما كفروا. إن رؤيته يا عائشة، إن رؤيته عندما يتجلى رؤية الجمال الذي لم تره عين ولا خطر على قلب بشر، إنه الجمال كله في صورة لا يمكن لقلبنا المحدود، لا يمكن لقلبنا المحدود أن يصل إليه. نعم، الله جميل. هذه الكلمة لا تعبر عن شيء كثير. إنك ترين في تهادي غيمة
جمالا أو زقزقة عصفور في ألوان هدهد أو نوار الحقول، فما بالك بمن صنع كل هذا الجمال ومنحه نفحة من جماله؟ ألا ترى في عيني عائشة ووجهها جمالا؟ أنت جميلة يا عائشة، أنت جميلة. شعيب، إني أحبك. وهذا جزء من الحب الكبير، الحب الأول، حب الله. كيف الحال؟ بخير والحمد لله. هل تحتاجون لأي شيء؟ بورك فيك يا أبا الحارث. حسن، هيا. قل لي يا أبا الحارث، هل طرق الشام آمنة؟ أعتقد أن الشام قلق، فهم يبايعون للعباسيين تارة ثم يخلعون شعار العباسيين وينادون بعودة أمية تارة أخرى. ونحن قافلتنا هذه، ماذا عنها؟ ألا تتعرض لمخاطر في الطريق؟ أتخشى الناس والطريق يا عبد الله؟ ألا نحذر؟ نأخذ إن شاء الله حذرنا. مثلث الفراعين أيها القاضي. يقولون إن الفراعنة في ليالي معينة يتخذون مسيرة محددة إلى قنطرة على النيل. إشاع! لقد قال أمراء قبلكم هذا فأوذوا. سأقطع عنق هذه الإشاعة. سأذهب الليلة وأحدد بنفسي ما هناك. لا أنصحك بهذا، فهو ميقات زفاف عروس النيل إلي، والمواكب الفرعونية تستعد. أكاذيب! وسأنهي الليلة هذه الأكاذيب، وأثبت لمن يظنون أنهم يخيفوننا أننا لا نخاف. هذا الأمير صالح بن علي لا يخاف شيئا ولا حتى فراعين المثلث. كيف؟ ماذا حدث؟ ماذا أثارهم؟ أم أن لهم رأي؟ ابحث هذا وادرسه جيدا. يجب أن يعرف الوالي
أن لنا دورنا، إن ضربنا ضربة لا نقوم بعدها، ولا يمكن أن نترك له هذا، وإلا عجزنا عن رده ورد أتباعه إن طغوا. يجب أن يظل للفراعين سلطان. نعم يجب. ولماذا يعود الحرافيش للحرفشة؟ يجب أن يكون لنا دورنا وسلطاننا. لكننا صمتنا عندما كان الليث في الدولة على بيت الماء. نعود، فالليث ليس هنا، يجب أن نؤكد وجودنا، فلسنا جثة هامدة. ما الذي حدث؟ أنا لا أفهم شيئاً. لا داعي لأن تفهم، لقد أوجعونا فهماً. الليث نفسه لا يفي بما وعد. الليث، هل كتبنا وقلنا له إنه وعد وعليه الوفاء؟ لم ترسل الرسالة بعد. فلترسل فورا، يحملها من يحملها، أو حتى بالبريد. اقرئيها جيدا وأضيفي إليها الجديد. حدث ما كنا نخشاه، فأمامنا معركة حامية. اطلب من الدليل أن يدور حول المكان. لا دوران هنا يا أبا الحارث، فالطريق واحد ولا بديل له إلا جوف الصحراء. إذن فلندخل الصحراء. تعد عن الماء وندخل في الصحراء ومخاطرها؟ الرمال وأخطارها أهون من أن نشترك في فتنة أو ندخل في قتال. أنا لا أخشى القتال، ولكني لا أحب سفك الدماء. أيها الدليل، أسلك طريق الصحراء. اتبعوني جميعاً واحداً واحداً. سأحمي ظهر القافلة. من بقي لنا بالشام من رجالنا المخلصين؟
لا أعرف. لا يا سالم، يجب أن نعرف سريعا، فأنا أريد من يترصد الليث حتى ينفرد به كي يقتله. إنه في طريقه للجزيرة أميرا له. لا يجب أن يصل الليث إلى الجزيرة أبدا، يجب أن يموت قبل أن يصل إليها، يجب يا سالم. لماذا؟ لماذا يا أمير؟ لماذا؟ لقد رفض أن يقف مع بني أمية ويعمل معهم أو يساندهم كما فعل مع العباس. اقتلوه يا سالم، سيتغير الكثير إذا ما مات الليث. فلنبحث عن رجل مخلص من رجالنا يؤدي هذا العمل. عجل بذلك يا سالم، عجل بذلك، ادفنوه في الطريق جزاء ما فعل بي، ليخلو لنا وجه مصر. لن يصل أي منا إلى مكانة ما وهو موجود، فشمسه تطغى على الكل. أرح يا سالم، أرح حتى نستريح جميعا. نصل إلى مكان ما أم ندفن هنا؟ ماذا تريدين؟ كيف يعدني الإمام بشيء ولا يفي بما وعد؟ بماذا وعد؟ وسأفيك وزيادة. وعد أن يتزوجني. إذن فأنت هي، أنت هي. هي من؟ القيثارة. نعم أنا. لقد قالت الظنون إنك تريدين ابنا من أبنائي وهم متزوجون. بل أريده هو، الليث بن سعد. ولكنه متزوج يا قيثارة، ومن أمي. له الثانية والثالثة والرابعة، وإن استنفدهم استرقني، فأنا أقبل أن أسترق له. ولما كل هذا؟ ما هو إلا رجل أحبه. ألا تعرف الحب وتفهمه؟ أعيش به وله. هذا الكون يا أختاه معزوفة حب، هذه الخضرة من حولك، هذا الخصب والنماء معزوفة حب. انظري أيتها العاشقة، انظري إلى هذين الطائرين، الحب يحركهما ولا شيء إلا الحب. ري هذه الدنيا هو الحب. والظامئة، ماذا تفعل الظامئة يا مولاي؟ تسأله أن يرويها. وهل يجيب سؤالي؟ نعم نعم يجيب، فقد وعد ووعده حق. قد وعد جل شأنه إذ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
لم تكن تلك واحة فهي سراب. يا أختاه. نعم. أنت تجذبينني إليك، أقصد تحاولين جذبي إليك، فلماذا؟ سحرني حديثك، إن كلماتك عذبة جدا. ماذا كنت تطلبين؟ أن تذكر مولاي الليث بما وعد، أن يتزوجني، وأنا أعرف أن المؤمن إن وعد أوفى. لك علي هذا، لك علي هذا. أبدع ما خلقت، وما أروع ما صنعت. يا جميل الجمال، أنعم علي بنور جمالي، يهدني ويروني ويجمل دنياي. يا جميل الجمال اروي ظمئي، يا جميل الجمال اروي ظمئي. مفتون كاد الظمأ أن يهلكه، مفتون كاد الظمأ أن يهلكه. أنا ظمآن لنور جمالك فاروني، أنا ظمآن لنور جمالك فاروني. تائه في صحراء جفت ينابيع الحب فيها فاهدني، تائه في صحراء جفت ينابيع الحب فيها فاهدني. سبحانك سبحانك، نور حبك خير هادي. سبحانك سبحانك، نور حبك خير هادي. سبحانك. أنا أهل المكان. يبدو أن ليس فيه أحد. لينادي أحدكم على أهل المكان، فإن لم نجد أحدا نحاول معرفة أسباب هجرهم له. ولا يقرب أحدكم ماء البئر حتى نتأكد من صلاحيته. ولتعلموا أن المكان المهجور قد يكون خطراً، فأسباب هجرهم له مجهولة. ما أروع هذا المساء، وما أحلى الجولة التي تجولتها. أفسدت ثيابك ويديك وقدميك. إن شعيباً رقيق فصيح، شاعر هائم في ملكوت الله، زاهد في كل شيء إلا في حبه تبارك وتعالى. سمعت منه أعذب كلمات العشق، لقد استولى عليه عشقه، فما رأى إلا جمال صنع الخالق سبحانه. قد تظنينه مجنونا إن لم تفهميه، ولكن إن فهمت سره عرفت أنه مفتون بحب الله. حمدا لله قد زالت عنك الهموم. فعلا لقد غسلت السويعات التي سرتها وراءه ما بنفسي وغيرتها، حتى إني لأول مرة أكاد أعرف نفسي. لابد لنا من الماء. هل الدابة التي شربت بخير؟
تأكد من هذا، فأنا أعتقد أن الناس فرت ولم تعد لبيوتها لأمر عظيم. ربما داهمتهم معركة. لا يمكن أن تدور معارك حول هذا المكان. المعارك تحتاج إلى ميادين تصلح كأرض قتال. إني لا أتعجب، لماذا يقتل الإنسان الإنسان وهو أخوه؟ المال والسلطة. خذ مصر مثلا، فهي واحة خضراء وسط الصحاري التي حولها، والنيل جعل الحياة فيها ألين وأحسن، ولهذا عانت من هجمات القبائل التي حولها عليها. لم يكونوا كلهم قبائل يا أبا الحارث. كلهم، حتى الإغريق والرومان كان هدفهم خصب مصر وثراءها، ولأنها متحكمة بموقعها في طرق الدنيا. إذن الإنسان يقتل الإنسان من أجل الثروة والسلطة. ولكن يا أبا الحارث، أول جريمة في الدنيا جريمة قابيل وهابيل، وكان وراءها امرأة. المرأة ثروة وسلطة بما تعطي من ولد. أبشرا أبشرا، لم يصب الحيوان بشيء. ليجرب الماء واحد فقط، وسنجربه بعده بفترة. لا عليكما، سأشرب أنا منه. شكرا لتطوعك. يا ساري الليل مسبحا في ملكوتي، أي هدوء وسلام وسكينة حولك. فقد نام الظالم والمظلوم، وهدأ الطالب والمطلوب، ولم يبقى تحت السماء الممدودة إلا العشاق بليلهم الطويل كثير الأشواق. هل للشوق آخر؟ أجبني، هل للشوق حدود؟ يأخذ البعض بحديث ابن عباس ويعدون أن من علق على عنق الهدي قلائده وجب عليه ما يجب على المحرم. حديث عائشة قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. يعني أنه لا يحرم على من قلد الهدي يريد الحج شيئا حتى يحرم. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فلم يثبت لي. ورأيكم، هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ أرى أن المحرم لا يصبح محرما إلا عند ميقات الإحرام، وعليه من ميقات الإحرام أن يتجنب ما يتجنبه المحرم. أما أن يدخل من يرسل هديه بعد تقليده في الإحرام قبل الميقات، فلزوم أمر لم يبلغني أنه من السنة. قد يحب أحدهم أن يحرم من لحظة خروجه من داره.
الطريق طويل من داري في مصر إلى الحجاز يا عبد الله، والرحلة تستغرق وقتا طويلا يشق على المؤمن فيه الإحرام. ماذا لو أن المعارك الدائرة هناك طالت واستمرت شهورا؟ لا أظن أن معركة تستمر شهورا في هذه الأيام، وعلى أي حال لن نستطيع أن نتحرك حتى يصبح الطريق مأمونا. إذن نزرع هنا فقد نقيم؟ لا أعتقد أننا سنظل هنا حتى نأكل مما نزرع، على أننا سنزرع من غد إن استمر القتال، فقد يأكل إنسان أو حيوان أو طير مما زرعنا. إن الأمر النبوي إلى من كانت بيده فسيلة وقامت القيامة أن يزرعها. هذا الأمر النبوي يدعو إلى العمل بعامة، والزراعة التي تحيي الأرض الموات بخاصة. إن ديننا يحض على العمل وينكر التواكل والكسل. أكاد أجزم أني حامل. إنها مزحة، أنت تمزحين، كيف تحمل عقيم؟ لقد خيب الله ظنك يا سيئة، وظن من اتهمني بذلك. أنا بفضل الله حامل. لا تفرحي، ها لا تفرحي، قد تكونين مخدوعة. لا أظن أني مخدوعة. أنت مطمئنة؟ إذن ستموتين بإذن الله كما ماتت جميع نساء شعيب وهن يلدن. أسأل الله أن يزيد نار قلبك. نار قلبي؟ إنما أريد أن أنبهك كم بقي لك من أيام في الدنيا إن كنت تريدين حملا. أريد ليطمئن زوجي على سلامة زوجتي، وأنها ليست صحراء عقيما كما قال من اتهمني وكسر قلبي. الحمد لله، الحمد لله الذي نصرني. لن نتعجل الأمور، أمامك أشهر حمل طويلة قد يحدث فيها الكثير. لماذا تتحدثين هكذا؟ ألست امرأة مثلي؟ لماذا تصرين على أن تكوني سيئة ورديئة بينما يمكن أن تكوني أختا وحبيبة؟ اللهم أبتني مظلومة لا ظالمة. لا أدري لماذا لا تسمع النساء نصيحتي. إن هذا غباء شديد. لقد أرسلت لأبي وأخبرته بطلبك. كيف عرفتني رغم أنك لم تنظر إلي؟ عطرك يسبقك ويشي بك، إنك تتعطرين بطريقة تنبه الغافل يا أختها. اسمي قيثارة يا أنا مولاي. مشغول الآن يا قيثارة ولست بالخلي. يجذبني ما يشغلك. يتهمني الناس بالجنون لأني أرى في مداعبة الأغصان لوجه الماء عشقا، وأرى تغريد الطائر تسبيحا، أرى في عناق الأرض للحب وطرحهما نباتا متعدد الشكل والنوع قدرة الخالق، وفي تحليق الفراشات في فضاء النصور إبداع المبدع. جرت العادة أنهم لا يفكرون فيما هو موجود أمامهم دائما. غفلة عن الذكر،
لقد أمرنا جل شأنه أن ننظر إلى خلقه ونفكر لنأخذ العلم والحكمة ونؤمن بقدرته وعظمته. لماذا لا تعود أمير؟ رأيت، لقد انضمت إلى الليث وجلست معه في انسجام تام. إننا لا نستطيع أن نحكم تصرفاتها، فهي حرة. هذه هي إحدى سقطات الليث. نعم، لكنني سوف أحاسبه عليها حسابا عسيرا. سالم، هل أرسلت لرجالنا في الشام؟ نعم، وسوف يدبرون لقتل الليث. عودي لدارك واطمئني، فالليث سيتذكر وعده لك وسيفي به. ولكني أجد في كلماتك عذوبة ومعرفة غزيرة، إني أتعلم منك، خذني تابعة لك. لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنك امرأة، والمرأة لا تتبع إلا رجلها. أنت في غنى عن مشاكل كثيرة. لا تهمني المشاكل. يا قيثارة، من عدم القدرة على الحب فهم أعداء لكل من أحب. من فقدوا نبل عاطفة فهم يحاربون مالكيها. إننا نملك القدرة على العشق لأننا نرى جمال صنع المعشوق يشي بقبس من جماله. إذا كانوا هم قد عموا فلم يروا هذه الفتنة، فكيف تحرمني من رؤيتها؟ لقد حذرتك وعليك تبعة ما تذهبين إليه. عندي لك ما يفرحك. هاته. أنا حامل. كنت سعيدا بك بدون حمل. والآن؟ الآن يسعدني ما يسعدك. هذا دليل على أني زوجة صالحة. أنت امرأة صالحة، سواء وأنت حامل أو بدون حمل. لقد خوفتني حسنة من الحمل. لا يخاف من توكل على الله. قالت إن زوجاتك يمتن وهن يلدن. ورأيك أنت؟ أنا مستعدة أن أموت شريطة أن أرى ولدي، رابطة الحب بيننا. الموت بيد الله، لا يملك تحديده غيره، ولا يعرف أسبابه غيره. إنه سر من الأسرار العظمى في حياة البشر، جعلت ليؤمن المؤمنون بأن نواصيهم بيده سبحانه وتعالى. الدنيا لا تدوم لأحد، وإليه جل شأنه المصير. لا تدري كم فرحت أمي وكم سيفرح أبي، لأن ابنته تحمل كسائر النساء. لقد أرهقهم قول من قال إني عقيم، لكن الله أنعم علي فزوجني سيده وسيد قلقشندة كلها، وسوف أنجب منه الولد. مع أني أختلف معك في مسألة من سيد من هذه، إلا أني أنبهك لأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الشكور. إني أشكره سبحانه. تصلين له شكرا على نعمته. سأصلي الآن. سأتوضأ وأصلي. نتوضأ ونصلي معا جماعة. هل تجوز النوافل جماعة؟ نعم، ألا نصلي التراويح جماعة؟ بلى نصلي. إنها من النوافل بدأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هيا هاتي وضوءنا لنصلي شكرا لله. صادق في كل وعد.